Güneydoğu Anadolu bölgesinin turizm, sanayi ve ticaret merkezi Gaziantep'in ekonomisini yakından incelemeye devam ediyoruz. Ve şehrin ticaret girdilerine önemli katkılar sağlayan, dış ticaret sektöründe çalışan Kavafer Kargo'ya konuk oluyoruz. Firma 2012 yılında çalışmalarına başlamış ve her geçen gün ticaret hacmini arttırarak hem Gaziantep hem de ülke ekonomisine önemli katkılar sağlamıştır. أهلاً وسهلاً فيكم نشكر زيارتكم نحن بدأنا بالعمل في تركيا بال2012 قوافل تهتم بالنقل الجزئي والكامل من تركيا إلى الدول العربية فهي تهتم بالشحن الجزئي بشكل خاص وهي الخدمة غير متوفرة بتركيا بشكل منظم Abdulgafur Salih Asfor konuşmasında Kavafer Kargo olarak 2023 hedeflerine değiniyor. 2023 راح نكون متطورين احنا فيه كثير ونوصل لمرحله فيه جيده ان شاء الله. طبعا عربيا عم نشتغل على موضوع فتح خط قطر الجزائر نحن اقوياء بخط السعوديه اقوياء بخط السودان اقوياء بخط سوريا وراح نفتح إن شاء الله خطوط جديدة مستفيدين من اللغة العربية اللي بنمتلكها نحن مستفيدين من انتشار أخوتنا الموجودين بباقي الدول ونحن نمتاز بميزات Abdulgafur Salih Asfor konuşmasında Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkına şükranlarını sunuyor. نحن بنشكرهم على بداية التعامل معنا كأجانب كسوريين التعامل كان معنا كضيوف وإن شاء الله نحن هالضيافة بنشكر كتير الحكومة التركية ممثلة بالرئيس رجب طيب أردوغان لحسن الضيافة ولكن نحن بنطلب الآن مرحلة الضيافة انتهت لازم نكون كشركاء في بناء الدولة Abdulgafur Salih Asfor konuşmasının sonunda şu mesajları veriyor. بنوجه رسالة لكل الأتراك فنحن أتينا إلى تركيا كمجتمع لم نأتي أفرادا ونتمنى من الأتراك أخوتنا الأتراك ينظروا للسوريين كمجتمع يعني المجتمع في كل الأنواع ليس طرف واحد أو ليس نوعية واحدة